يعطيكم العافية. استظل علينا آخر موضوعان بالشابتر، ظل الميثود اوف سكشن والسبيس تراس. سبيس تراس يعني مش مهم كثير بس عادي. الميثود اوف سكشن بحكي لك انه انا مثلا اوجد قوة بمنبر داخلية، لو كان عندي ترس زي هيك، ان ترس كبير عندي ترس زي هيك، طلب مني اوجد قوة بمنبر معين. اوجد بس طلب مني، ما بده كل ترس، بده بالمنبر هذا والمنبر هذا والمنبر هذا. بدي اعمل انا كت قطع. ليش طيب ما اعمل جوينت ميثود؟ لانه بكل بساطة هذا زيرو فورس منبر متفقين عليه، ما في عندي اي قوة خارجية. ماشي، الجوينت ميثود هون ما راح اقدر استفيد شيء، ما بقدر اوجد هذا ولا اقدر اوجد هذا، ما بقدر. يعني راح احكي انه هذا بيساوي هذا، طيب شو المعادله الثانيه اللي تخليهم يساووا بعض؟ ما بقدر، لازم اجي لهون. طيب بدي اجي لهون، في عندي منبر منبرين ثلاث، بدي اجي لهون منبر منبرين ثلاث، ما بقدر. بدي اجي هون منبر منبرين ثلاث اربعه، بدي اضطر مشان احل هذا السؤال بدي اوجد، تحكي هذا زيرو لانه هذا رياكشن رولر، فبالتالي هذا زيرو. هذا طلعته، لما طلعت هذا اقدر اطلع هذا وهذا الجوينت ميثود هون، بعدين اجي لهون بطول. فبالتالي بحكي لي عشان اوجد قوة منبر جوا بقدر اعمل سكشن مقطع زي هيك، واخذ الجزء اليمين او اخذ الجزء اليسار عادي. دائما اقطع المنبرات المطلوبة او قريب من المنبرات المطلوبة. كيف يعني قريب من المنبرات المطلوبة؟ يعني لو فرضنا هذا المنبر هيك، ماشي، وطلب مني اوجد الفورس بالمنبر هذا، فانا بقول لك هو 10. شعر كيف بدي اوصلها انه يعطيني منبر؟ خلص بعدين الا ما نلاقي مثال، الا ما نلاقي مثال. المهم طلب مني اوجد بالمنبر هذا وهذا وهذا، فكيف انا بدي اوجدهم؟ اوجدهم عرفت هذا، خلي هيك. هسه لما بدي اجي اوجد الفورس بالمنبر هذا، طبعا اذا كان في هون عندي هون 10 اصلا هي بتفضل زيرو لانه صار في عندي منبر هون عادي 20. بدي اوجد الفورس بالمنبر هذا، بس انا هذا الفورس لو انا اوجدت هذا وهذا وهذا من السكشن واخذت جوينت ميثود هون، بحكي هذا بيساوي هذا في ساين الزاويه هاي. يعني هذا لو سميته بي اي وسميت هذا سي، راح اقول لك انه اي سي راح يساوي اي بي في ساين ثيتا، تمام؟ اي سي راح يساوي اي بي ساين ثيتا او قسمه، مش مهم، انه راح اقدر اطلع علاقه بينهم، فبالتالي بدي اوجد اي بي. طب انا هذا لو بدي اوجده لحالي يدوي جوينت ميثود، لو بقول ثاني بحلوش، فبالتالي السكشن ميثود بستعملها لو بدي اوجد قوه بمنبر معينه او قريبه من منبرات سهل او جاذبه. فلما انا اقطع باخذ جزء يمين او جزء يسار، بنفرض القوه تنشن وبناخذ المومنت عند نقاط بالمنبر او قريبه من السكشن او على امتداد السكشن. يعني اذا مثلا بدي اوجد هذا المنبر، اوجد هذا المنبر، بقول لك خذ المومنت هون، مع ان انا ماخذ الجزء اليسار. طيب كيف؟ عادي خذ عن امتداد المنبر. يعني انا مسموح لي اخذ المومنت يساوي زيرو او سيجما اف اكس او سيجما اف واي على نقاط بالسكشن عندي وعلى نقاط على امتداد المنبرات المقطوعه. هسه نفهم كيف. طبعا لما تقطع بصيرش تقطع المنبر مرتين، يعني ما بقدر احكي انه بدي اقطع هيك مثلا، ممنوع. هذا انقطع مرتين وهذا انقطع مرتين، لازم اقطع مره واحده. طيب فهاي هي الميثود اوف سكشن. بدي اوجد هون مثلا، بقول لي اوجد الفورس بالمنبر جي جي، وين جي؟ دور لي على جي. هاي جي وهاي جي، هاي جي وهاي جي، فبده هذا المنبر. وسي او، وين سي او؟ هاي سي او، تمام. فشوف طالب بمنبرات معينه، طب بقدر اوجد جوينت ميثود؟ فكر فيها اول شيء، لانه بالامتحان ما بيكون كاش جوينت ميثود. فكر فيها، بقدر اوجد. طيب لو اخذت هون زيرو، لو اخذت هذا زيرو، هذا صفر، بس هذا مش على نفس استقامه هذا، فبالتالي ما بيساوي 300. جي جي ما راح يساوي 300، راح يساوي اقل بشوي او اعلى بشوي. ليش؟ لانه مش على نفس الاستقامه. يعني هاي 300 مش هيك جايه. كيف تجيبها؟ تجيبها نفس الميلان، مش جاي زي هيك.
هي جاية مايلة هيك شوي ميلان، لو كانت هيك بقول لك الجي جي 300 مباشرة كومبريشن، ولكن هي جاية عميلان بشوي، جاية عميلان بشوي، فبالتالي جوينت ميثود صعب شوي أجيبه، جوينت ميثود صعب شوي أجيبه. فإيش بعمل أنا؟ سكشن ميثود، بقطع، بقطع المنبرات أو المنبر المطلوب. كيف بدي أقطعه؟ بقدر أقطعه هيك، بقدر أقطعه هيك مثلا، لا هيك بقدرش، أو هيك مثلا، بس هيك بتغلب، بقطع أربع منبرات، أنا بحاول أقطع منبرات قليلة، فبقطع هيك، بأخذ جزء اليمين أو جزء اليسار، مين أسهل لي؟ هو الجزء اليمين، لما أقطع برسمه مرة ثانية، برسم المثلث هذا، برسم هذا الزيرو، بعدين منبر هذا قطعته، برسم بلون ثاني مشان أرتب يعني، وهذا المنبر قطعته، وهذا المنبر قطعته، وعندي هون رياكشن. مقداره 1109. هسا بدي اوجد انا الجي جي، هسا عندي حالات، يا اخذ سيجما اوف اكس بقدر، عشان عندي هذا اكس وهذا اكس مجهول، سيجما اوف واي عندي مجهول يعني، فشو بالتالي بقدر اني اخذ المومنت. وين اخذ المومنت؟ بقول لك لو اخذت المومنت هون بقدر اطلع هذا، تمام، وبس اطلع هذا بقدر من سيجما اوف واي سيجما اوف اكس بصير عندي معادلتين المجهولين بخلص. دقيقة بقول لك لا، فكر شوي، خذ المومنت على امتداد الجي، يعني خذ المومنت هون عند الجي هون يعني، ها هاي مدة هيك، هاي هيك، هاي هي النقطة جي، خذ المومنت عند الجي وطلع هذا، وطلع هذا المنبر بحلله كوساين وساين بوجده، لما اوجدته بحكي سيجما اف واي بتساوي زيرو وبحل، يعني بدل ما احل معادلتين مجهولين لا بحل مرة، أوجد المومنت على امتداد النقطة، بعدين بأخذ سيجما اف واي وبخلص. طيب نيجي على سي او، سي او عمودي، فأنا بدي أقطع المنبر المطلوب، أفضل طريقة شافها أقطع هيك، طبعا السكشن مرات بعطيك إياها بالانتهاء. كيف بدي أوجد الفورس بالمنبر هذا؟ لاحظ إنه عندي هذا مايل، فبالتالي معادلة سيجما اف واي بتجنبها، معادلة سيجما اف واي بتجنبها، ولكن لو كان عندي أفقي سيجما اف واي بتحل المشكلة كاملة، أسبق لكم كيف يعني أفقي. فشو ظل عندي؟ ظل عندي إنه بدي، صار عندي ثلاث منبرات، بدي أقطع وأخذ الجزء اليمين أو الجزء اليسار، نرسم الترس. هيك المنبرات عندي عاملين، هيك المنبرات عندي عاملين، طبعا اي شيء جوا ماليش فيه، عندي هون رياكشن 1105.9.3، وعندي طبعا قوه 300، ما ننساش القوه الخارجيه نحطها، عندي قوه 150. اوجد القوه بالمنبر هذا العمودي، كيف بقدر اوجدها؟ بكل بساطه بدي احكي سيجما اف واي تساوي زيرو، هي اسهل معادله، هي اسهل معادله. فلو اخذت سيجما اف واي تساوي زيرو عندي هذا مجهول، طب كيف بدي اوجده؟ خذ المومنت هون، اخذت المومنت هون اوجدت هذا، لما اوجدته بطلع هذا بس. فانه انا بطبق معادلات سيجما اف واي سيجما مومنت لحد ما اوصل للجواب. طبعا السؤال صعب كثير يعني، بده شغل يعني، شوف كله ما ينام، كله ما ينام. هاي زي ما قلت لكم اخذ المومنت عند الجي، هو اخذ المومنت عند الاي، وين الاي؟ في نقطه اسمها اي، اخذ المومنت عند الاي، هاي طريقه ثانيه ماليش فيها. طريقات انه اخذ المومنت عند الاي ماليش فيها، انا بحل بصير فيها تشابه مثلثات وصارت طرمة. انا لما حليته بطريقه ثانيه بطلع لك نفس الجواب، ممكن اطول بس انا هذا اللي براسي. يعني انت هسه بالامتحان تحاول توصل للطريقه الاسهل لك، مش شرط دائما الاقصر، ممكن اللي انت بتفهمها، اللي انت بتفهمها. والقوه الثانيه شو عمل هون؟ اخذ المومنت عند الاي، نفس الطريقه اخذ المومنت عند الاي مشان يحل برضو، منطقية، لأنه أنا قلت لك لما تحل شو بتعمل؟ بتاخذ أي نقطة عصب السكشن، لأنه كل المومنتات عند الجوينتات زيرو، بس أنا برضو لما حليت أخذت حل أطول، مش مشكلة. طيب نجي على أسئلة أسهل، هذا أسهل، هذا في امتداد بدنا فيها، وهذا كي ترس بدك تقطع شكل كي، هذا هو دائما بحدد لك كيف تقطع. بدي اجي لامثله انا مشهوره، امثله اسهل، شكل كل الترسات اللي هون مضروبه. طيب نيجي زي هيك،
بصير. بطل يشتغل. ضرب المعنى والله الحظ. مش نترس احنا شو نسوي. طيب نيجي لترس معين. كيف يعني ترس معين؟ مثلا هيك. هذا قبل شوي كان زيه. انت وصل لفكرة معينة. ترس زي هيك. أكيد أوصلكم في فكرة بسيطة كثير مهمة يعني، مش إنه مش مهمة شوي أنا حسبت. وكانت ترز زي هيك. أطرس. مثلا المسافة عندي هاي المسافة عندي هاي المسافة خمسة هاي المسافة ثمانية. اجى طلب مني فورس بالممبر هاف. الفورس ممبر هاف هسه بدي اعمل سكشن ميثود. عندي سبورت هون عندي هون قوة عندي هاي القوة 45 عندي هاي القوة 45 تمام. اطلب مني الفورس اللي بالمنبر الاحمر. شو بدي اعمل؟ بكل بساطة بدي اقطع. بنقطع زي هيك. قطعت الجزء اللي فوق او الجزء اللي تحت. اول خطوة بدك تفهمها انه حاول ابعد عن الرياكشن عشان موجود هم. مش الجزء اللي فوق اخذت الجزء اللي فوق سكشن عندي في اشي نائل غير المنبر المقطوع. هذا انا هذا السكشن عندي. عندي منبرات مائله ظهرت فيها الفورس. كيف يعني ظهرت فيها الفورس؟ بدي ارسم هسه راس بعد القطع. راس بعد القطع حين مقطوع مقطوع الجزء اللي فوق مقطوع بهذا مقطوع صح. هيك السكشن عندي. شو عندي لودات؟ عندي اللود بي لود 45. هسه في عندي شيء مائل غير هذا؟ يقول لك لا. طيب كيف احله؟ اسهل طريقه اخذ المومنت هون. اخذت المومنت هون اوجدت هون. اخذ المومنت هون اوجدت هون. عندي هذا كيف اوجده؟ هذا مباشره بدون ما تاخذ مومنتات. سيجما اف اكس تساوي زيرو الزاويه ثيتا صح؟ صح. اف اف كوساين ثيتا تساوي بي 45. بس ثيتا كم؟ هاي الثيتا اللي انا اخذها 6 بس 6. بدي تفهم شغله بالسكشن ميثود لما تقطع تعرف شو تاخذ وتعرف انه اسهل شيء. يعني المنبر المائل فيش غيره مائل يعني من الحالات اللي تقطع فيها سكشن
سكشن واحد، هي أسهل طريقة. هذا السكشن، هذا السكشن عملني ظهر منه إشي واحد مائله، هو اللي طلبه، هو المائل، خلاص حلله وشوف مين الأنسب. يعني هون بقدر أحلله على الواي وعلى الإكس، على الواي، على الواي عندي مجهولين، فمشان أحله بدي أوجد هذا بعدين أوجد هذا بعدين أحل، لا خذ سيجما اف إكس وريح راسك. فهيك عشان أول شيء بدك توجد إشي مائل تأخذ سيجما اف إكس، بدك توجد اثنين على نفس الاستقاء على متوازيات تأخذ مرة المومنت بمكان ومرة المومنت بمكان ثاني. طيب هاي حالات السكشن اللي بنعرفها او المعروفه. في عندي الكيتراس، الكيتراس بقطع، بقطع هيك بكون شكله على حرف الكي، مثلا بدي اوجد المنبر هذا والمنبر هذا، لما بدي اوجد منبر قلنا بدنا نقطعه، طيب اقطعه زي هيك، طيب في عندي مجاهيل هيك وهيك، عندي كثير مجاهيل، بصير عندي اربع مجاهيل بستفيدش. فشو بقول لك؟ بقول لك اقطعه على شكل حرف كي، هذا هيك حرف كي. فبالتالي عندي هذا وعندي هذا، هذول الاثنين عموديات بستفيدش منهم، خذ المومنت مره هون بطلع هذا، وخذ المومنت هون بطلع هذا. لما اقطع زي هيك باخذ سيجما اف اكس تساوي زيرو بطلع هذا وهذا بيكونوا مجهولين، وسيجما اف واي تساوي زيرو بطلع هذا وهذا، معادلتين مجهولين بخلصوا. طيب هيك غالبا السكشن ميثود. يعني هون نفس الاشي، انا هون كنت اوصل فكره انه في شغله انه لو بدك تعمل امتداد لهذا المنبر زي هيك يعطيني النقطة ها. فلو أنا أخذ لو أخذ المومنت هون، لو أخذ المومنت هون شو بعمل؟ مباشر بكون أصلا عندي المقطوع هذا وهذا وهذا، هاي بتمر بالنقطة وهاي بتمر بالنقطة، فبقدر أوجد الفورس بالمنبر هذا أقدر. بس أنا لو بدي أحله، لو أنا بدي أحله بقول لك لا بحبش أحله على هاي الطريقة من مرة، متشابه المثلثات مش كلنا بنحب تشابه المثلثات، بقول لك لا لما أنا أقطع أعمل هالتحليل معي هاي المسافة 4.5 وهي 3، فبالتالي هاي 1.5 والمسافة الأفقية كم؟ 3 تان إنفرس للواحد ونص على 3 طلعت الثيتا سيجما في إكس سيجما في واي، أو بدي سيجما في إكس سيجما في واي، خذ المومنت هون بتساوي زيرو بطلع هاف سيجما في إكس أو سيجما في واي بطلع هاف، بعدين سيجما في إكس بطلع هاف وبخلص. يعني ماشي بطبق ثلاث معادلات عشان أوجد الثلاث منبر، أو بطبق معادلتين عشان أوجد المنبر هذا، ولكن أحسن لما أشابه مثلثات. هيك بالنسبة لي أنا هيك حر. فأنا بالنهاية لما أحل transaction method بحل عكيفي، الأسهل إلي بحله، ما في عندي أي مشكلة في transaction method. طيب نيجي للبلين تراس، للثري دي تراس. complex tracks مش داخل بتأخذ structure 2 كامل ما فيها مشكلة، مش بتأخذ complex tracks تراس، بتأخذ اللي هو indeterminate، indeterminate تراس حلو structure 2. Space Trust، Space Trust بدي تعرف شغلة واحدة، إحنا دائماً بالتودي كنا نحكي عدد المعادلات 3 وعدد معادلات الجوينت بشكل عام هي 2 ضرب الجوينت، بقولك صح. لكن بال3D في عندي أنا 6 معادلات، شو من 6 معادلات؟ X Y Z. فبالتالي لما يكون عندي الجوينت، الجوينت بيكون عليه قوة على X وعلى Y وعلى Z، فكل جوينت بضربه بثلاث، كل جوينت بضربه بثلاث مش باثنين، فبالتالي معادلات الديتيرمنسي عدد القوى، ديتيرمنسي للتراس بال3D عدد المجاهيل نفس الاشي يساوي عدد الرياكشن زائد عدد المنبر، اما عدد المعادلات يساوي 3 ضرب عدد الجوينت بس. فهيك انا بصير اقارن بينهم وامشي. هسه بال 3 دي تراس بدك ترجع للفيكتورز اللي بالستاتيك شابتر 2 ستاتيك، فصير غلبه عليك. عشان هيك في عندي هون انواع السبورت بال 3 دي، هذول كانوا شابتر 5 ستاتيك بال 3 دي بس ما كان ما حدا اعطاه، عشان هيك بدك انت تعرف كيف اشكال الرياكشن. فهو دائما الرياكشن بعطيك اياه بالنص، يعني بحكي لك هذا الرياكشن نوعه شورت لينك، بحكي لك هذا الرياكشن رولر، بحكي لك هذا الرياكشن كذا، بحكي لك هذا الرياكشن شيء اند سوكت، بول اند سوكت، كانه بول اند سوكت بحكي لك اياه. فلما احكي لك بول اند سوكت يعني في رياكشن على الاكس والواي والزد، لو جاب لي اسطوانه زي هيك هالاسطوانه بتتحرك هيك، فالرياكشن عندي على الواي على الزد والاكس، هي زد واكس. لو عندي هاي رولر، الرولر رياكشن واحد معروف دائما على الواي او لفوق، وهاي الشورت لينك بيكون باتجاه اللينك، هاي الشورت لينك هاي اللي عليها رياكشن. فهي انواع الرياكشن بال 3 دي، مش مهم الرياكشن بال 3 دي، هو بيعطيك اياه اصلا او مش بيعطيك اياه، بيعطيك اياه في اتجاهه يعني. ف
فبضل علي ال x وال y وال z. لو أنا عندي x y z force component بنعرف إحنا أي قوة على ال x وال y وال z تحت الجذر يعطيني المحصلة للقوة. برضو هاي ما مش راح استعملها بالحلول. زيرو فورس ممبر برضو مش واضح كثير، الثري دراس بشكل عام مش كويس، فأنا ما بدي أشرح لكم الثري دي دراس لأنه هو مش سهل يعني كثير طويل وكثير زنخ، بس راح أعطيكم راح أحل لكم أسئلة ممكن من خلال تفهموا الدرس. كيف يعني تعطيكم أسئلة تفهموا من خلال الدرس؟ يعني لو عندي هذا التراس أوجد التراس بهذا الهاتف، قال لي أنواع السبوتات بول أند سوكت، يعني بول أند سوكت قلنا في عندي رياكشن 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 رياكشن. بس هذا السؤال بتذكر أجب كويز شو قال لك؟ قال لك وجد المنبر بالقوة بهذا المنبر هذا المنبر. احنا طبعا هون جوينت ميثود ما فيش سكشن ميثود فيش سكشن ميثود. تمسك الجوينت A، هاي الجوينت A بدي ارسم انا محاور ل 3D. هذا بدك ترجع للاستاتيك، اذا كنت سفاح 3D بالاستاتيك تقدر تحل 3D تراس بسهولة. عندي هذا الجوينت في عليه القوة هاي القوة هاي القوة لاحظ انها جاية على بلان X قصدي YZ YZ. شو يعني YZ؟ راح يشرحه أنا بجوز سبكت الدكتور راح يشرحه. YZ YZ يعني كيف يعني YZ؟ يعني إذا هذا محور Z وهذا محور Y وهذا محور X، فبالتالي القوة هاي هي الثلاث هيك، هاي الثلاث هيك تاني مثلا. أو مش هيك جاي على السالب يعني. ولكن في عندي خط امتداد على الواي وعزت هيك خط امتداد، فبالتالي هي القوة. طيب في عندي الـ AG الـ AG والـ AE هم متماثلات، يعني هاي مسافة واحد وهي مسافة واحد، فبالتالي AG بتساوي AE تمام. AG بتساوي AA، فشو ضل علي؟ ضل علي انه هذول AG والAA وعندي AB، فالجوينت B هذا شو عليه؟ عليه AB مثلا، هذا AB وفي عليه AG جيات هيك وهيك، يعني هيك التحليل بال 3D truss AG وA. لما توجد AG كيف بدي اوجد AG؟ ببساطة تحكي سيجما اف اكس احلله على الاكس، يعني بتاخذ الزاوية هاي الزاوية هاي، هو من التماثل بطلعها. الثيتايات هون مش راح تكون دلالة زوايا، راح تكون دلالة واحد على جذر الخمسة، واحد هاي الزاوية امسح هاي الرسمة مؤقتا، مثلا هاي الزاوية كم، هاي الزاوية ثيتا مثلا كم، بدها تكون هاي الثيتا عبارة عن واحد او انه مثلا ساين ساينها واحد على الوتر، الوتر كم؟ إذا هاي اثنين وهاي واحد تكون هاي جذر الخمسة، فالساين إلها واحد. طيب واحد على جذر الخمسة مثلا، هاي ساين الزاوية اللي هي المقابل على الوتر. فزي هيك راح يكون أول شيء 3D truss تكون لما تتوجد الزوايا بتوجدها زي هيك، واحد على جذر الخمسة، اثنين على جذر الخمسة وهكذا. فأنا لو بدي أخذ سيجما اف زد، سيجما اف زد تساوي زيرو مشان أوجد الاي جي مثلا، هسه اي جي قلت بتساوي اي اي من التماثل، فاي جي واي اي يعني فعليا اثنين في كم التحليل تبعهم، قلنا هاي واحد وهي جذر الخمسه، فأنا التحليل لهم على الواي على الواي على الواي كم؟ بوازي الاثنين، فاثنين على جذر الخمسه هاي اثنين اثنين لانه عندي قوتين، شو القوتين هم؟ بدي افرض انها اي جي، بعدين شوفي عندي الاي بي افرضهم نفس الاتجاه زائد اي بي، بعدين ايش عندي؟ الثلاث ناقص ثلاث، هاي الثلاث كيف بحللها؟ هاي الثلاث، الثلاث بدي مثلا الزاوية ثيتا واخذ مثلا ساين الثيتا او مش ساين الثيتا، هاي واحد ونص وهاي اثنين، فايش هذا بده يكون؟ ثلاث أربعة خمسة تكون هذا اثنين ونص، فناقص ثلاث في اثنين
أو واحد ونص. فأنا AB مثلا بتكون معي أو بدون AB. مش عارف سيجما اف، مش سيجما اف واي، مش سيجما اف واي، مش سيجما اف زد، سيجما اف واي تساوي زيرو. فهاي وهاي متساويات، هاي هم واحد على فترة الخمسة، نرجع وخربطت، وهاي ثلاث في اثنين على واحد ونص، هي مش اثنين في واحد ونص، اللي هي واحد ونص، هاي اثنين ونص، واحد ونص على اثنين ونص بس. أسا مش عارف كيف أشرحه لأنه مش متعمق فيه كثير، تمام؟ بس نرى شغلة واحدة، منحلل وبصير تشوف مثلا هذا متماثل كان زي هيك وبتمشي. نيجي على ترس ثاني، عاد في ترس ثاني بتذكر هذا مثلا، لو طلب مني أوجد الفورس بالمنبر AB، هذا بشرح الدكتور بيجيب عليه أسئلة كثير. لو بدي أجد الفورس بالمنبر AB، وكيف بدي أجد الفورس بالمنبر AB؟ بكل بساطة بس سهلة، هذا على هذا البلين، يعني ما في إشي على الزد، وهذا على هذا البلين برضه ما في إشي على الزد. فبالتالي شوفوا AB على AB بدها تساوي الفورس 6 أو سميتها P، P على ساين الزاوية ثيتا. شو الثيتا؟ هاي مثلا، او هاي، هاي الثيتا، تمام؟ شوفوا كيف قلب زي التودي، قلب زي التودي زي هيك. ظل علي اوجد الثيتا. شو هاي الثيتا؟ اذا هاي المسافه كلها 4 وهاي 2، فشو ظل منها 2، وهذا الارتفاع 5، ف ثيتا بتساوي تان الانفرس 5. بس السؤال فورس اي بي، ف مش صد دائما كل يكون زينخ، لا، طلب الفورس بالمنبر هذا اصلا رياكشن، هذا عباره عن شورت لينك، فما بقدرش اوجده لانه عندي منبر، منبرين ثلاث بتقلب، سيجما اف واي، سيجما اف اكس، سيجما اف زد، وبحلهم. بس لما جيت على هذا المنبر لاحظ هون عندي فقط بس هاي وهاي، فبالتالي اللي طالع لفوق بس هذا، اللي طالع لفوق بس هذا، فهذا كيف اوجده؟ تحليل زوايا. طيب خلينا نروح على سنوات، طبعا هذول اثنين سنوات اللي حليتهم قبل شوي يعني. نيجي للأول شيء، أوجد الفورس بالمنبر دي جي ترسا مقدارها 1100، عندي هاي الفورس 1100، ايش بعمل؟ بحكي لي أوجد الفورس بالمنبر دي جي، الفورس بالمنبر دي جي، تاخذ جوينت ميثود ما بقدرش، 1 2 3 4، في زيرو فورس منبر هون بالجاي، لا، بتضطر سكشن ميثود. كيف تعمل سكشن ميثود؟ اول شيء معطيني هذا السكشن، هيو لو سكشن زي هيك، قطعت زي هيك، شو بيطلع عندي؟ قوة، اخذ الجزء اللي فوق، ليش؟ ما بدي اقرب على الرياكشن، ما بدي اقرب على الرياكشن، فبدي احكي في عندي الفورس دي سي، بدي احكي عندي الفورس اتش اي، والفورس هاي، والفورس هاي ما بدي اياهم، ما بحتاجهم، مش عندي الشكل اللي ترسل مثلا زي هيك هيك، صح ولا لا؟ في عندي هون الفورس 1600، عندي هون الفورس اف، هذا راح يجيكم بالكوز ان شاء الله. فبالتالي بدي اوجد انا دي سي، بعدين اقطع قطع ثاني اقدر من خلاله اوجد جي دي، خلينا نوجد دي سي. فشو بدي احكي انا؟ مجموع المومنت عند الاتش بتساوي زيرو، فبالتالي دي سي سالب دي سي في 12 سالب 1600 في 12 و9 21، 12 و9 21، بعدين الاف اللي هي زائد اف ايش في 9، فبالتالي دي سي هتساوي 9 اف يعني سالب 621 سالب 33000. انا اوجدت اول شيء الدي سي، بعدين بعد ما اوجدت الدي سي خلينا نمسح الخرابيش،
مشان البروسيجر خليكم كاملين. ادور قطع يعطيني الدي سي والجي دي، افضل قطع لو بدي اجي على هيك بنفعش معي، انا بدي جي دي، انا هاد اوجدته ما راح اقدر اوجده كل شيء. لقيت انا افضل قطع، حليت السؤال لقيت افضل قطع اخطاه تمام في دي سي في جي دي. بس هذول الاثنين كيف تتخلص من القوتين تبعتهم؟ خذ النقطه الامتداد، مش قلت لكم لما تاخذ النقطه تاخذ الامتداد؟ فبالتالي الفكره عندي زي هيك، دي سي طلعتها اف جي دي بدي اياها، وهاي دي اف وهاي نقطة اف على الامتداد اف مو المومنت عندي الاف بتساوي زيرو بصف عندي سالب بي دي في ستة سالب 1600 في 15 سالب سي دي او موجب سي دي حسب شو خليها سالب سي دي، اذا كانت هاي سالب حطيت سالب صار موجب سالب سي دي في 6 تساوي 0. فهي بحط على الحاسب بطلع بي دي بالنهايه بتطلع، خلينا نكتبها سالب 1600 في 15 سالب سي دي سي دي هون. انا هسه سكرين بحلو، بجرب السؤال او بتحلوه يا طبيب ارقام بدون زي هيك يعني. تمام شو ضل كمان اسئله؟ 3 دي تراس، شوف هذا 3 دي تراس بقول لي اذا قيمه الاف هاي 7 اوجد المنبر سي دي اوجدها نفس الطريقه. لو اخذ جوينت سي الاقي عندي على محور واي محور واي الاقي عندي على محور اكس عندي مائل على محور X محور Z Y Z X على محور Z X تمام. هذا أنا بقدر أحلله على Z وعندي هاي قوة F، فبالتالي ID صح ID C ID C اللي بدي إياه هاي F. فلو أنا بدي أجيب هاي الزاوية ثيتا أجزاء إذا هاي ثيتا ثيتا هون هذا مثلث 2 و 2 إذا هاي 2 مثلث متساوي الأضلاع يعني زوايا كلها 60 فإذا هاي 60 تكون هاي 30 بالتالي دي سي كوساين 30 تساوي اف اذا دي سي تساوي اف مع كوساين 30. يا رب موجود هون خيارات، موجود خيارات اف معطيني اياها 7 مع كوساين 30 تطلع جواب 8.08. فبالامتحان لو اجى هذا السؤال بقول لك دي سي اللي بده اياه عباره عن اف مع كوساين 30. هذا بروسيجر لاحت الكوزات فصل الماضي. فبالتالي احنا هيك حلينا سؤال السكشن ميثود وسؤال 3 دي وسؤال جوينت ميثود سؤالين جوينت سؤال جوينت ميثود بيظل سؤالين عن شابتر 4. هذلاك لمنات المراجعه على شابتر 4 اتوقع نهايه الاسبوع نهايه شابتر 4 مراجعه له. هيك بكون خلصنا اسئله الكويز، يعني هيك اهداف الشابتر كلها او اهداف المراجعه اليوم خلصت. هذا السؤال اللي حكيت عنه قبل شوي زي عادي يعني بنحل بعطيكم بروسيجر وقت الميد. هذا سؤال ميد لانه او سؤال ستاتيك بتذكر هذا حكيت لكم عنه. لاحظوا هون مش سته مش اربعه معطيك اياها اثنين، يعني لما بدك تحكي هذا مثلث يكون هاي المسافه ثلاث وهي المسافه خمسه فثيتا ثلاث على خمسه على ثلاث مش خمسه على اثنين زي قبل شوي يعني غير. خلصنا. طيب مشان نكون على بينه احنا هيك خلصنا التراست ان شاء الله كامل. راح انزل لكم ملف عباره عن اسئله 3 دي تراست من كتاب الاستاتيك والستركتشر 1 او نسخ الاستاتيك كلها وكتاب الستركتشر 1. راح انزل لكم الملف فيه يكون شو اسمه البروبلم مثلا البروبلم من 3 دي تراست يعني 1 2 3 4
خمس اسئله، الخمس اسئله هذول بنزلهم مع حلهم. هسه بال 3 دي تراس لو نفوت على المانيوال ان شاء الله يفتح، يا رب يفتح. هاي المانيوال مثلا، مثلا هذا السؤال طالب منبرات معينه، ساعتها هذا طلب بنفس المنبر، يعني انت وحظك تيجي هون تاخذ البروسيجر، مش انت وحظك ما زبطت معك، يعني هون طالب دي سي مش طالب دي سي، شايفين؟ مو طلب دي سي، بس شو طلب مثلا دي اف 1 دي اف جوا، يمكن ما استفيدش منه، بي اي استفيدش منه بالنهايه، فبالتالي الملف ما راح يفيدك حسب سؤال الكويز، بس انا اعطيتك البروسيجر سؤال الكويز، فهمتك كيف تحله. مثلا زي هيك، فانا راح انزل ان شاء الله الاسئله هذول، مش هيك انا اعطيتكم المانيوال، بدي انزل الاسئله هذول من كتاب الستركتشر من كتاب الستاتيك، زي هيك انزل الاسئله ساعتها انتم بدمجهم بملف واحد، بيطلعوا بحدود 15 صوره 16 صوره وقت الامتحان، ارجعك سؤال 3 دي ترس، مش من الصور الكوزات الماضيه، يعني مش من الفيديو هذا حليتهم بروسيدر، بتاخذ الملف ساعتها يا بتشيره الثلاث علامات اربع علامات، يا بتشوف كيف بنحل من البروسيدر هون. بس وهيك ان شاء الله، يعطيكم الف عافيه، وهيك خلصنا، وان شاء الله المره الجايه نشرح شابتر